السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام. في هذا الفيديو ان شاء الله كيف وعدتكم غنعطيكم وصفة جديدة للكوب كيك. الكوب كيك ديال اليوم ان شاء الله غيكون بزبدة ديال الكاوكاو اللي كندهنوها في الخبز. بالنسبة للمقادير ديالو هي جد بسيطة وطريقة العمل كذلك، والمذاق كيجي فريمون رائع. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 165 غرام ديال زبدة الكاوكاو، كيف سبق لي قلت زبدة الكاوكاو يعني اللي كندهنوها في الخبز في الطارتين. عندي هنايا 150 غرام ديال السكر سنيدة، 150 غرام ديال الطحين، عندي 110 مليلتر ديال الحليب، واحد البيضة، 125 غرام ديال الزبدة في درجة حرارة المطبخ باش كتسهل علينا الخدمة، عندي معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الكاطو، وعندي معلقة صغيرة ديال السكر لافاني. اوكي دابا غناخدو واحد الإناء اللي غنخدمو فيه. اول شيء غنحطو الزبدة، غنضيفو لها المعلقة ديال السكر لافاني، غنضيفو لها سنيدة، كناخدو الدراب الكهربائي وكنضربو هاد الزبدة مزيان مع السكر ولافاني حتى كتندمج جميع العناصر، عاد كنفوتو الخطوة الموالية. دابا من بعد ما اندمجت عندنا الزبدة مع السكر كنضيفو زبدة الكاوكاو وكنرجعو نحركو مرة أخرى جميع العناصر. من بعد ما دمجتنا العناصر دابا غنضيفو البيضه، نرجعو نحركو مره اخرى. اوكي دابا من بعد ما ندمج عندنا العناصر كنضيفو الحليب، ونضيفو الطحين اللي كنكونو غربلناه يعني كنغربلو، وكنزيد معاه الخميره ديال الكاطو. كنضيفو المعلقة ديال الخميرة وكنبداو نضيفو في الدقيق. صافي من بعد ما كتندمج عندنا جميع العناصر كيكون هذا هو القوام ديال الكوب كيك ديال العجين ديالنا. صافي دابا غناخدو المول اللي كيدخل الفران ديال الكوب كيك، كندير فيه الكويرطات وكنرجع باش ندير فيه هاد الخليط اللي عندنا. من بعد ما خديت المول ديال الكوب كيك اللي كندخلوه في الفران ودرت فيه الكويرطات كيف كتشوفوا، كناخذ واحد المعلقه وكنبدا ندير في الخليط في الكويرطات، يعني ما كنحاولش نعمره بزاف لان فيه الخميره يطلع معانا، يعني نحاول ندير تقريبا شويه قل من النص او لا النص. صافي غنحاول نقادهم شي شويه هكذا وكندخلهم للفران اللي ديجا راني مسخناه على درجه حراره 180 لواحد المده ديال 20 حتى 25 دقيقه تقريبا. اوكي دابا غنفوتو لطريقه التزيين ديال الكوب كيك. بالنسبه لهذا الكوب كيك انا خديت هنا 3 المعالق كبار ديال الزبده، بالنسبه للزبده ماشي ديال الطياب، الزبده يعني اللي كندهنوا بها الخبز. عندي هنا 2 المعالق ديال زبده الكاوكاو، 6 المعالق ديال السكر كلاصي، وزوج المعالق ديال الحليب. اول حاجه غندرب الزبده مزيان بالدراب الكهربائي حتى تولي عندي ملسه، عاد كنبدا نضيف بقيه المقادير. كنحط الزبده، كندربها. دابا غنضيف نصف الكميه ديال السكر، كنرجع ندرب مره اخرى. غنضيف النص اللي بقى لنا ديال السكر، نضيف كذلك الحليب ونرجع نحرك مرة أخرى. من بعد ما ضربت عندنا الزبدة مزيان مع السكر والحليب اللي ضفنا، دابا غنضيف الزبدة ديال الكاوكاو
ونرجع ندرب مره اخرى حتى تجانسنا كاع العناصر عاد نقدر نستوب. يعني ديروا واحد المده ديال 3 دقائق حتى 3 ونص. صافي من بعد ما ساليت تضرب كيكون هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا. دابا غندخلوا للثلاجه يرتاح شي شويه عاد نقدر نزين به الكوب كيك. من بعد ما كيطيبوا عندنا الكوب كيك كنخرجوهم كنخليوهم يبردوا مزيان. كناخذوا الجيب الحلواني كنديروا فيه الكريمه اللي وجدناها. صافي كنبداو ديك الساعه في التزيين. كناخذوا واحد الكوب كيك وكنبداو نزينوه. هكذا بهذه الطريقه ممكن نوضعوا شويه ديال الكاوكاو اللي ديجا راه انايا حمرتو هرمشتو هكذا شي شويه. ممكن نديروا شي هكذا شويه من فوق باش كيبان انه ديال الكاوكاو. ممكن توضعوا يعني كاطو تقسموا هكذا على زوج وتحطوه من الفوق كيبقى لكم الاختيار. هذا كيكون هو الشكل ديالها. انا غنكمل هكذا بنفس الطريقه حتى نسالي كاع الكوب كيك اللي عندي ومن بعد نفوتو باش نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كنساليو التزيين ديال الكوب كيك ديالنا فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كتشوفوا. كيجي المنظر ديالهم زوين وحتى لوغو كيجي رائع. يعني واحد النقطه ضروري ندخلوهم للثلاجه حتى الوقيته ديال التقديم عاد ديك الساعه كنخرجوهم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه. ما تنساوش الاشتراك معايا في القناه والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.